الاهلي كان بيلعب الناشئ ايمن اشرف قدم عليه ولكن سيد خبره كبيره نانا بيمرر مرات فتحي من لمسه واحده لنانا بيوسع لنفسه وعايز يسدد وادي التسديده ولكن ما مالتش في وش رجله تخرج الكره الى خارج الملعب بيشيل ويريح ويلعب واحدة أمامية في اتجاه نانا بيحط جسمه تكوينه جسماني قوي نانا نانا يعمل كنترول وينزلها على الأرض في اتجاه محمد علي ابتدت تتوالى الفرص ابتدى يبقى فيه كثافة عددية كبيرة للنادي اللقاء زي ما بقولنا حضراتكم 35 دقيقة كلها ماشية في اتجاه واحد وهو اتجاه هجوم للنادي الاهلي ودفاع من الاهلي ابتدت تتوالى الفرص ابتدى يبقى في كثافة عددية كبيرة للنادي وادي فرحة جماهير الصعيد الفضل بيعمل تمريرة يقطعها جمال عبد الله بيسقط كرة داخل منطقة 18 في منتهى الخطورة وجول جول جول للبترول جول للبترول قلت لحضراتكم هم محتاجين الخطأ محتاجين الهفوة ومن أول كرة بيتقدم فيها نانا ويستغل التواكل ما بين وائل جمعة وشريف إكرامي ونانا يضع أولى أهدافه مع فريق بترول أسيوط ويعادل النتيجة مشاهدينا الكرام لمصلحة فريق بترول أسيوط في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول أدي الكرة من جمال عبد الله والتواكل من أحمد السيد عفوا وشريف إكرامي وعلى طول يدوس عليها نانا ويضع الهدف الأول لفريق بترول أسيوط علشان تتعدل النتيجة ويصبح التعادل الإيجابي 1-1 نانا في أول ناجي أحداث الشوط الأول في التعادل الإيجابي 1-1 تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 42 عن طريق راسية محمد فضل ثم عادل النتيجة نانا في الدقيقة 44 لمصلحة بترول أسيوط يعمل تمريرة حلوة هات وخد هو بوتريكا تقدم شكري وصل للمكان المفضل ليه ودي كرة مرة تانية على القائم التاني ولكن ما تلاقيش حد ما تلاقيش الا فتح مبروك على طول يشيل وينظف وادي نانا اللي عامل ازعاج كبير لدفاع النادي الاهلي رغم قله وندره هجمات فريق بترول اسيوط ولكن بتكوينه الجسماني وسرعته قدر ان هو يدرك هدف التعادل لفريق البترول وعمل اختراق ولكن مشي بيها ازيد من اللي لازم تتقطع نانا يرجع مره تانيه يعمل مسانده شبيطة يقطع سيد معوض يسلم ابو تريكه ابو تريكه على طول لفضل السير من رائع محمد ابو تريكه يحط تمريره في منتهى الذكاء نانا بينزل ويستلم ويغير اتجاه اللعب عند فتح مسندة في وسط الملعب كرة للأمام ورايا وصفارة تسلل على نانا وتماس لمصلحة البترول نانا بيحط جسمه كويس ويهيئ كرة كده في قلب الملعب للنادي الأهلي عن طريق محمد فضل في الدقيقة 51 لا يزال الصقر المصري أحمد حسن بيتصدر قائمة هدافي النادي الأهلي برصيد 7 أهداف النهارده بيغيب عن هذا اللقاء بشعوره بالإجهاد أحمد إبراهيم عادل اللي بيتقدم ولكن علشان يسدد فقط بهاء بري
نانا بيستلم كرة وبيسدد واحدة حلوة ولكن المرة دي شريف إكرامي ياخد القرار الصح ويتصدى لتسديدة نانا المهاجم الغاني ويحول ناصر فاروق يقوم بدور الظهير الحر ويطلع الكرة وصلنا للدقيقة 73 وده خارج الملعب وعلى قد حجم المنافس علشان كده شايفين لعب على الهادي وفريق بترول أسيوط بيلعب في حدود الإمكانيات ادي اللقطة الوحيدة في المقصورة الرئيسية في ملعب بترول أسيوط نانا يطلع كريم التمريرة مقطوعة بافينجا فيتال نانا يسلم على طول في اتجاه فتحي مبروك يحطها أمامية مرة تانية في اتجاه نانا وائل ولكن وائل على طول يعمل إبعاد ويطلع الكرة إلى خارج الملعب دخلنا في الدقيقة الرابعة شوت ناصر فاروق حارس مرمى ليبرو عطيها صابر اثنين مساكين عادل والتعادل السلبي يخيم على استاد حرس الحدود في لقاء حرس الحدود وبترول اسيوط. بترول بيعمل الزود تك تنفذ ببطء قطع على طول ادي الهجوم المعاكس اعزائي المشاهدين بيحاول يعمله فريق نادي حرس الحدود انما فريق بترول اسيوط بيحاول يفيق محاوله اعزائي مشاهدي شاشه نايل سبورت لفريق نادي بترول اسيوط على التنفيذ الحارس ناصر فاروق طويله من ناصر فاروق نانا على التنفيذ الحارس ناصر فاروق طويلة من ناصر فاروق نانا احمد درغام محمد علي هنشوف على حساب مين وادي هجمة مرتدة من خلال نانا ايشون مهاجم نادي بترول اسيوط ادي الروح الحارس رائع جدا جدا ناصر فاروق حارس مرمى بترول اسيوط نانا ايشان واسلام الشاطر بيتالم على الارض صرخه عاليه كده سمعناها كلنا هنا في استاد حرس الحدود هذه هجمه مرتده من خلال شريف نوارج هجمه معاكسه اعزائي المشاهدين لفريق نادي بترول اسيوط محاوله خطيره جدا جدا محاوله خطيره جدا جدا اعزائي المشاهدين لو راحت لوائل الفراج مفيش كلام كان ممكن يدرك التعادل لفريق نادي بترول اسيوط لولا براعه هذا الحارس الجديد محمد سعيد اسلام الشط بوابه العبور للحدود لملاقات انبي ومن ثم الحصول على بطوله كاس مصر البطوله الرسميه الاولى حتى الان وقال له انا موجود قال له انا هنا يا ابن الحلال اللاعب احمد عبد الغني يبقى وائل فراق هيدخل بديلا للاعب اللي هو بدا الشوط الثاني بالفعل محمد الروبي السلامات لمحمد الروبي وادي بيلعب ناقص لاعب ولاعب نانا ايشون لمشهور حرس الحدود وبترول اسيوط ادي تمريره اماميه حرس الحدود وبترول اسيوط ادي تمريره اماميه حرس الحدود وبترول اسيوط ادي تمريره اماميه